السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله جايلكم فيديو جديد، والنهاردة هنعمل مع بعض أقوى مضاد حيوي وطبيعي في الصيف أو في أوقات الحر اللي انتوا شايفينها ديت. في ناس كتير دايما بتقول مش انا عندي الفراخ بتتعب على طول، انا عندي الفراخ دايما خفيف، انا عندي الفراخ مش بتشيل وزن. وكمان هقول لكم على الناس اللي هي بتقول لي يعني ايه فراخ جمازي. في ناس كتير يا جماعه يعني ما تعرفش يعني ايه فراخ جمازي. كل الكلام ده ان شاء الله هنشوفه في قلب الفيديو بتاعنا. فالنهارده يا جماعه ان شاء الله هنشوف مع بعض المضاد الحيوي اللي احنا هنعمله. وبصوا بقى قبل ما اخش في الفيديو، قبل ما اقول لكم على المضاد الحيوي، بصوا ما انا هقول لكم على حاجه عشان ايه قبل ما انسى. الناس اللي بتقول لي يعني ايه فراخ جمازي، في يا جماعه الناس ما تعرفش يعني ايه فراخ جمازي. بصوا شايفين الديك المنقرش دوت اهو، انا هحط الكاميرا عليه اهوت عشان برضو تشوفوه. هو في كام نوع منه هنا يعني؟ بصوا هو ده تمام. هو في منه نوعيه كتير اهو هناك اهوت، بس هو يعني ايه يعني عشان الحظ ما طلعليش كام واحد ما طلعش برابر، بمعنى اصح يعني اللي طلعوا كلتهم ديول. فاللي انا كنت جايباه اصلا كنت شارياه كان فراخ جمازه. فلما في ناس قالت لي يا مشيماء الفراخ الجمازه ديت يعني بتبقى بيضها قليل وكده، فبصراحه انا دبحتها كلها ما تبقاش عندي الا حوالي 3 فرخات او 4. فهما دلوقتي عنده بيبيضهم. وعايز اقول لكم يا جماعه ان هما طلعهم في البيض بتاعهم حلوين قوي قوي، يعني ايه مش زي الناس ما كانت بتقول، ما شاء الله بيكون روبات حلو قوي. عشان برضو ايه يبقى انتوا برضو عندكم خلفيه. يمكن انا واحده من ضمن ما حد قال لي يا مشيماء الفراخ الجمازه بيضها قليل ومش عارفه ايه وكده، فمسكتهم كلهم دبحتهم ما سبتش الا حوالي 3 أو 4 علشان اجرب. فلما جربتهم لقيتهم ما شاء الله حلوين جدا جدا في البيض، والديوك ديت بيعتبر من ضمن البيض اللي هم بقى يبيضوه وحطيته في الفقاسه اهو. شايفين كام واحده اهو، هما برضو حلوين قوي في البيض. اللي عندكم برضو اللي هو رقبته صفرة دهيت ده هو الفيومي اللي هو اسمر في اللي رقبته صفرة، واللي هي ايه الفراخ الغبشة اللي رقبتها صفرة هناك ده اهي. وزي ما قلت لكم برضو هم فيهم بلد مهجن حلو، التلات انواع دي حلو جدا في البيض، حلوين قوي. تعالوا بقى يلا عشان ايه ما نطولش بس عليكم. حبيت بس اقول لكم النقطه دي في الاول عشان تبقوا انتوا عارفين. اي حد عايز فراخ يربها للبيض البلد المهجن حلو جدا يا جماعه. طيب من عارفه ان في ناس هتقول لي طب البلدي وحش هو مشيماء، هقول لك لا البلدي جميل جدا 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 وما يعلوش عليه، حلو جدا في البيض. بس يا جماعه بيبقى حجمه قليل. يعني ايه حجمه قليل؟ يعني انا مثلا لو انا عايزه اذبح فرخه ولا حاجه هبص الاقي حجمها قليل جدا جدا، مش هستفاد منها قوي يعني بمعنى اصح زي المهجن. بس هو كبيض حلو وبيستحمل صيف وشتاء برضو، يعني البلد بيستحمل معاكي صيف وشتاء، بس كحجم حجمه قليل تمام. اما بعد كده بقى الانواع التانية برضو حلوه جميله قوي زي الفل. انما اساسه عشان برضو ايه يعني نبقى احنا عارفين كل حاجه، اساسه هيديكي بيض اهو وهيديكي حجم اهو، بس خلي بالكوا تربيته برضو مش قوي، يعني ممكن التربيه بتاعته تقعدي تربي فيه مش عارف ايه ويجي بقى بعد كده تبصي تلاقيه تعب وكده. ولو عدى معاكي وما تعبش وبقى كويس هيديكي في الاول بيض هيكون رباط حلو قوي في الاول، وبعد كده هيبدا بيضه يخف معاكي واحده واحده. بصوا يا جماعه المضاد الحيوي الطبيعي زي ما انتم شايفين، انا عندي بصل اهوت باجي كده الصبحيه على الريق وبقعد اخرط لهم كده كام بصل، يجي 10 بصلات زي ما انتم شايفين. مش عايزه بقى اخرط واتعب نفسي هعمل ايه، بقوم جايبه الخلاط وجايبه شويه بصل على شويه ليمون على رصان توم حلوين كده على شويه خل، واقوم ضربهم كلهم في الخلاط، واقوم مصفياه الخشنه بقوم اقلبها لهم على العلف، وكمان اللي الميه بتاعتهم بوزع لهم في قلب الميه بتاعت الشرب بتاعتهم. وده يعتبر اقوى مضاد حيوي ممكن تعمليه الفراخ عندك في الصيف وفي الشتاء وفي كل وقت تمام. انا عندي الفراخ مثلا كاشه شويه، هقوم الصبح كده على الريق مخرطه لهم ياكلهم، بيحبوا ينقروه بياكلوه يعني. هتبصي الفراخ ما شاء الله تاني يوم هتلاقيها عندك بقت حلوه وزي الفل واحسن من المضاد الحيوي اللي انت بتجيبيه تاني. يبقى بالشكل ده ما كلفناش نفسنا ولا صرفنا ولا عملنا اي حاجه. وممكن خدوا بالكم في معظم الاوقات المضاد الحيوي بيجي مضروب تمام. يبقى الاضمن ان انا اعمل ايه، اعمل مضاد حيوي طبيعي زي ما انتم شايفين معايا.
ده يا جماعة كان الفيديو بتاعنا النهاردة، أتمنى يا رب يكون عجبكم، وإن شاء الله استنونا في الفيديوهات الجاية بإذن الله.